للحديث أكثر عن آخر تطورات المشهد السوري في ظل انعقاد القمة الثلاثية للدول الفاعلة في الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار السيد غزوان قرنفل. في كلمته، أهلا بك سيد غسان، يعني في كلمته اليوم في القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين بوتين وروحاني، قال الرئيس التركي أردوغان إن أولوية بلاده في سوريا هي الحفاظ على وحدتها السياسية وسيادة أراضيها. ما هي التداعيات التي جعلت الرئيس التركي يذهب إلى التأكيد على هذه المفاهيم؟ تحياتي لحضرتك ابتداء. يعني الحقيقة البيان الختامي للقمة المنعقدة ما أضاف جديد، يعني هو ليس إلا إعادة تأكيد على ما هو متوافق عليه أصلا بين المؤتمرين. والبيان الحقيقة بيتضمن بنود إلى علاقة بمصالح الأطراف المؤتمرة أكثر مما له أثر أو استجابة لمطالب وحاجات السوريين، هذا في المقام الأول. فيما يتعلق ببند مثلا الحماية والحفاظ على السلامة الإقليمية للبلد ورفض الأجندات الانفصالية، بنشوف أنه هون في استجابة للمخاوف والمصالح التركية. بينما فيما يتعلق مثلا ببند إدانة الهجمات الإسرائيلية على سوريا، بنشوف أنه في استجابة لمصلحة إيرانية، لأنه هي المستهدفة وقواها العسكرية والميليشياوية الموجودة في سوريا هي المستهدفة بهذا القصف. فيما يتعلق مثلا بموضوع تسليم عائدات النفط للحكومة السورية، بنلاقي هون انعكاس لمطلب روسي وحاجة روسية لتأمين مورد لدعم النظام في ظل الضغوط الدولية، وخاصة بعد البدء بتنفيذ قانون قيصر. فبنلاحظ أنه البيان الختامي عم يجي استجابة لحاجات الأطراف المتصارعة على الأرض السورية على مصالحها أكثر مما هو استجابة لأوضاع وحاجات ومطالب السوريين. نعم سيد غزوان، هل مطروح ضمن الحل السياسي تقسيم سوريا؟ وهل ستقبل المعارضة بخطة تتضمن التقسيم مع الوضع في الاعتبار حالة الضعف التي عليها المعارضة الآن كما تعلم؟ هلأ النقطة بتقديري اللي شفتها أنا إيجابية يعني في البيان الختامي، هي التأكيد على مرجعية القرار 2254 كمرجعية للحل السياسي في سوريا. لا تملك بكل أسف المعارضة السورية اليوم سوى أنه تستجيب لمؤدى هذا القرار، لأنه لا تملك من أدوات القوة ولا تملك من القرار المستقل ما يمكن من فعل خلاف ذلك. أيضا هذا القرار الحقيقة بيتضمن خريطة طريق لحل في سوريا توافق عليه المجتمع الدولي في غياب قرار السوريين وانعدامه يعني في هذا الصراع. وبالتالي هي نقطة أنا بشوفها إيجابية، أنه أقر مجددا أو تأكيد مجددا على أنه القرار الدولي 2254 هو مرجعية للحل، وأنه القول بأن لا حل عسكري هو تعبير عن أنه ليس هناك موقف دولي لإسقاط النظام عسكريا، وهذا الشيء كان متبدي يعني منذ البداية، وإلا ليس يعني النظام بالقوة التي لا يمكن إسقاطها عسكريا، لكن ما زال يحظى برعاية وما زال يحظى بقبول دولي رغم كل الجرائم اللي ارتكبها. نعم سيد لأنه غزوان، لم يتم تحضير بديل. نعم سيد غزوان، يعني قانون قيصر وكما تعلم كان حاضرا على طاولة القمة الثلاثية طبعا في الوقت الذي صرح فيه الممثل الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، وقال إن بلاده تعمل على إعداد دفعة جديدة من العقوبات بموجب قانون قيصر. هل تسمعني سيد غزوان؟ في أصوات أخرى إلى جانب صوت حضرتك، لذلك عم بيصير تشويش ما عم بقدر بسمعها بشكل جيد. نعم أتمنى أن يصلك الصوت جيدا لا متقطعا الآن. يعني ماذا عن رفض الرئيس الروسي لقانون قيصر طبعا ووصفه بأنه يخنق الشعب السوري؟ كيف ترى نتائج العقوبات وعلى من ستؤثر؟
هلا بطبيعة الحال العقوبات الاقتصادية دائما راح ترخي بسيولة على المجتمعات والمدنيين، يعني في الدول اللي بيتم فرض عقوبات عليها. نعم لكن واضح من البداية ومعلن هذا الشيء انه نظام العقوبات بموجب قانون قيصر لا يهدف من حيث المآل والنتيجة لإسقاط النظام، إنما لترويض إرادته بما يجعله يعني يستجيب لمتطلبات الحل السياسي. لكن التطويع هذه الإرادة في الضغط الاقتصادي لوحده نعم غير كافي، ما لم يتم التلويح بضغط عسكري بشكل ما أو بضغط حتى قانوني على مستوى التهديد بإحالة الملف إلى محكمة جنايات دولية وضغط روسي في هذا السياق تحديدا لحتى تقدر تجلب النظام السوري إلى حلبة المفاوضات مرة أخرى وأحداث اختراق في العملية السياسية وفي حتى في اللجنة الدستورية اللي انشل عملها بعد انعقاد جلسة أولى يتيمة نعم، في سؤالي لاحقا. الأخير إليك سيد غزوان، يعني في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها كل من روسيا وإيران هذه الأيام كما تعلم، باعتقادكم هل يمكن أن يذهبا روسيا وطبعا إيران، هل يمكن أن يذهبا إلى الحل النهائي مع تنازلات عن مكاسب حققها كل منهما في سوريا؟ هن الحقيقة مضطرين يعني أنه يكون في تنازلات، وإلا لن يكون هناك حل. نعم يعني بطبيعة الحال واضح للجميع الآن أنه سيتم الحفاظ على بنية للنظام السوري، ولكن قد يكون هناك تغيير في بعض شخوص النظام السوري، وهذا أصبح مع الأسف أصبح مقبولا على المستوى الشعبي وعلى المستوى المعارضة السورية أيضا، لأنه لا خيارات لديها بديل عن ذلك. شكرا. وبالتالي اليوم تنحية رأس النظام نعم وبعض رموز الإجرام اللي يعني تلوثت يديها في الدماء السوريين أصبح من موجبات إحداث اختراق للوصول إلى حل سياسي في سوريا، دون ذلك لن يكون هناك. نعم من مرسين في تركيا كنت معنا عبر سكايب رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، شكرا جزيلا لك.